النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت تأثيرات الكتلة الهوائية المعتدلة، واستمرت درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وساد طقس صيفي معتدل خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل يستمر الطقس بارد نسبيا إلى مائل البرودة، يستدعي لبس معاطف خفيفة أثناء الخروج من المنزل. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، اللي توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تشكلت خلال ساعات الصباح الباكر. سرعان ما تلشت هذه الغيوم، ويعود سبب تشكل هذه الغيوم المنخفضة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، وأيضا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. تستمر هذه الكتلة الهوائية المعتدلة بالتأثير في عموم شرق البحر الأبيض المتوسط، وأيضا منطقة بلاد الشام ومنها المملكة. تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الجمعة بإذن الله يستمر الطقس الصيفي معتدل في عموم مناطق المملكة، يصبح مائل للبرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل، لكن اعتبارا من يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع قليلا وتدريجيا بسبب تراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة، لكن تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات النهار يكون الطقس صيفي اعتيادي، لكن خلال ساعات الليل يصبح الطقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا. أما يوم الأحد أيضا تستمر درجات الحرارة وترتفع أيضا بشكل إضافي لتلامس 30 مئوية في العاصمة عمان كمثال، وبالتالي تصبح درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس حار نسبيا خلال ساعات النهار في عموم مناطق المملكة، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليعود ويصبح الطقس مائل للبرودة ورطبا بشكل عام. نتحدث الآن عن العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مائلة للبرودة ورطبة بشكل عام، 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 15 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي معتدل خلال ساعات النهار، 26 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى 15 درجة مئوية، ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم السبت مع 27 درجة مئوية، أما الصغرى 16 درجة مئوية، أما يوم الأحد ترتفع لتلامس 30 مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد في باقي المدن الأردنية. نبدأها من المنطقة الشمالية، المفرق 29 إلى 16، إربد 27 إلى 17، جرش 28 إلى 17، وعجلون 25 إلى 16 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، الزرقاء طقس صافي 29 إلى 18، البلقاء 27 إلى 16، عمان 26 إلى 15، مأدبة 27 إلى 16، والبحر الميت 34 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن للكرك مع 26 إلى 15 درجة مئوية مع طقس صافي، الطفيلة 26 إلى 15 أو 26 إلى 16 عفوا، معان 32 إلى 19، والشوبك 24 إلى 13، والعقبة 36 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق أتربة مثارة مع 34 إلى 18 درجة مئوية، الصفاوي 35 إلى 19، ورويشت 35 إلى 19 درجة مئوية مع أتربة مثارة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.